دكتورة سحر، يعني لحد ثورة يناير انت كنت قاعدة في امريكا، امريكية، يعني علاقتك بمصر هي الاغاني مثلا؟ علاقتك بمصر كانت الايه؟ والله انا درست في جامعة امريكية، رحت قعدت سمستر هناك، ترم هناك، فعشت في مصر. في التحرير؟ في التحرير. يعني كمان يعني الاغاني مصر احسن اغاني. يعني ايه اللي صدمك، او ايه اللي يعني كنت بتتابعي الشأن المصري، بتقري عن مصر، ولا كان ما يعني لا لا انا كنت انا عملت الماجستير على مصر، يعني كنت ببحث على لا كنت يعني بقرا على الحاجات اللي بتحصل في مصر. بس المشكله ان قبل 2011 ما كانش في فرصه ان المصريين اللي بره مصر يقدروا يساعدوا البلد، عشان السياسه يعني ما كانش في فتح انفتاح صح سياسي. فكنا بنروح وطبعا بنتكلم مع ناس، وان عايزين نعمل مشاريع، مش قادرين نعمل اي حاجه عشان الجو السياسي كان مقفول. مع ان الماجستير بتاعك كان قبل 11. بس ده ما كانش مشاريع، ده كان بحث بس على الاقتصاد. بس مثلا ديمقراطيه، الحريه، حقوق الانسان، المواضيع دي كانت ممنوع ان واحد يتناقش فيها كتير عشان ممكن يعمل مشاكل يعني مع الحكومه. لكن بعد 2011 ازاي بقى وصلتك ثوره؟ لا انت كنت في امريكا ووصلتك انباء ثوره 11. طبعا. كنت بتعملي ايه يعني ثوره؟ لا كذا. انا مش عايزه اقول لك ازاي الثوره اثرت على المصريين اللي في الخارج في امريكا، الناس اللي زي اتربوا في بره، يعني انا مش ما اتربيتش في مصر. بس احنا شفنا على السي ان ان يعني حاجات خلينا يعني كنا بنحس بالفخر. عشان الشعب نزل من غير عنف. يعني كانت ثورة سلمية وبالملايين و18 يوم وعايزين يعني حرية صح؟ ورزع عيش، حرية وعدالة اجتماعية صح؟ يعني دول حقوق إنسانية، حقوق دولية، كلنا عايزين الحاجات دي. عملتوا ايه انتوا كمصريين هناك بقى؟ كنتوا كان بتعملوا ايه هناك؟ والله احنا في الاول عملنا منظمه اسمها منظمه صياده القانون المصريين الامريكان. يعني كلنا كنا محاميين وعايشين في واشنطن دي سي في الوقت ده. وعملنا منظمه، كنا بدانا ب 10 وكملنا ل 60 70. كلنا محامين مصريين، بس محامين امريكان بس اصلنا من مصر. وقلنا نتجمع مع بعض ونعمل يعني نشارك مع المصريين اللي في الشباب مثلا في الثلاثينات العشرينات اللي عايزين يشتغلوا في اي حاجه عندها علاقه بالقانون او صياده القانون، كمثلا الشفافيه، مثلا استقلال القضاء. استقلال القضاء قصدك؟ استقلال القضاء. فكنا بنشتغل مع ناس كثيره ونتكلم مع ناس كثيره، بس انا اول مره اشوف شباب مصر بيحسوا ان هم يقدروا يغيروا مستقبلهم، ان نزلوا في الشوارع بينظفوا الشوارع، وما كانش فيه بس كان فيه امل. وانا لاحظت فرق كبير عشان انا كل سنه كنت بنزل. وقبل كده يعني الشباب كانوا هنعمل ايه وما فيش شغل وما فيش مستقبل وعايزين نهاجر او ما فيش فرص في البلد او التعليم عمال يعني يضعف كل سنه، مشاكل بقى، مشاكل اجتماعيه. بس دي كانت اول مره شفت الشباب فعلا عايزين يغيروا بلدهم. 30 يونيو حضرتيها وانت بره مصر؟ لا انا كنت في مصر في الوقت ده، بس ما كنتش في التحرير. ليه؟ والله في الوقت ده كان في مظاهرات كتيره قوي في مصر صح. وانا من امريكا، يعني واحده عايشه في امريكا متعوده على المظاهرات، دي حاجه عاديه، احنا بيبقى في مظاهرات كتير قوي في امريكا ودي حاجه طبيعيه وبنبص عليها، دي المفروض تحصل يعني. كل مجتمع لو الشعب مش مبسوط يعني في طرق مختلفه، يكتبوا، يدخلوا على الاعلام، على التلفزيون، يعملوا مظاهرات طول ما هي سلميه. فقلت اوكي هعمل مظاهره ثانيه، وانا عارفه ان كان في شكاوي كتير ضد مرسي في الوقت ده، وقلت اوكي يطلعوا يعني اللي فيهم يقولوا لهم عايزين كذا عايزين كذا. فانا ما حضرتش عشان كان في مظاهرات كتير قوي في مصر. طب لما لقيتي بيان بقى وايقاف العمل؟ انا استغربت، انا ما كنتش متوقعه ان هتوصل للدرجه دي. انا قلت اوكي في يعني في ضغط جامد على مرسي، وهو فعلا كان انا من وجهه نظري كان في اخطاء شويه منه، وكل رئيس بيخطا. بس ما كنتش متوقعه ان هيغيروا الحكم بالطريقه دي، بالذات بعد سنه واحده بس، مش كتير يعني. طب ولما خلاص البيان طلع يعني كان رد فعلك ايه؟ هو انا يعني كتبت في الموضوع ده بالانجليزي طبعا، ويعني كمحاميه
طبعا دي يعني ما فيش في اي بلد فيها ديمقراطيه ما فيش جيش بيشيل الرئيس. يعني مفروض الرئيس يتشال في انتخابات او في المحكمه، يعني مثلا لو فعلا عمل حاجه زي نيكسون كده والحاجات بالظبط. يعني ده التعليم والثقافه بتاعتي اللي انا اتعلمت فيها في نظام ديمقراطي. يعني مثلا دلوقتي ترامب، انا مش مقتنع بترامب خالص، وما انتخبت يعني انا انتخبت لهيلاري، وانا مش موافقه، انا نفسي ان هو يمشي، انا عايزه انا نفسي ان يبقى في طريقه قانونيه نشيله، عشان انا من وجهه نظري كواحده امريكانيه بالجنسيه ان هو بيعمل اخطاء كتير قوي، وعايز يعمل حرب مع نورث كوريا ويعمل مشاكل كتير قوي، بس في صياده القانون. فمش هنقدر نشيله. احتمال انت عارف ان في مولر المستشار مولر، احتمال ان هو يلاقي حاجه ان ترامب فعلا يعني، وانت مستنيه الحاجه دي بيني وبينك؟ وانا بكتب في الموضوع ده، وفي ناس كتيره معايا في الجامعه بتكتبوا في الجرايد ان انتوا عايزين تلاقوا طريقه تشيلوا بيها ترامب، ان احنا مش مبسوطين خالص بيه، وهو مش رئيس كويس، مش مثقف، وبنشك ان هو نفسيا تعبان. حد بيراقبك من امن الدوله؟ انا مش عارفه، بس انت قول لي. لا امن الدوله الامريكي. ممكن حد ممكن يقبض عليكي؟ مش بسهوله زي بلاد تانية يعني. اوكي، بس لازم هو الفرق ايه في امريكا؟ يعني القضاء مهمين لي، عشان لو حد قبض عليا اوكي لازم ادخل، يعني اروح قدام قاضي وانا حقي ان اسال، طب انت يعني قبضت عليا ليه؟ عملت ايه؟ وهم الحكومه لازم يعني تقدم دليل. تقدم دليل بالظبط. ولو القاضي عشان هو مستقل، لو شاف ان دي كلها حاجه يعني حركات سياسيه وانا مظلومه، لا هي يعني انت مطمنه؟ قصدي اقول يعني لا انا مطمنه. طبعا مش يعني اي نظام مش 100%، مش ممتاز 100%. لا بس مطمنه اكتر من بلاد تانية. طيب.